الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Allah then showed the attributes of these true believers, saying, who establish worship, those who complete the five daily prayers along with their necessary ritual ablution, bowing, prostrating in all that which is obligated in their due times, and pay the poor due, from their wealth, and are sure of, they believe in, the hereafter, resurrection after death, paradise and hell. Lo! As for those who believe not in the hereafter, those who do not believe in resurrection after death, Abu Jahl and his host, we have made their works fair-seeming unto them, in their state of disbelief, so that they are all astray, so they proceed blindly, unable to see. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون Lo, as for thee, O Muhammad, thou verily receivest the Quran, he says, Gabriel comes down to you with the Quran, from the presence of one wise, in his command and judgment, aware, of his created beings. But when he reached it, he was called, saying, Blessed is whosoever is in the fire, blessed is the fire, and whosoever is round about it, of angels. This is the reading of Yubay and Abdullah ibn Masudi. It is also said that this means, Blessed is he who lightened this light, and it also said that this means, Blessed is he who is seeking, i.e. Moses and whoever is around him of angels, and glorified be Allah, he exonerated himself, the Lord of the worlds, the master of the jinn and human beings. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba' fi al-samawati wal-ard, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allah la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Qala sananzur asadaqta am kunta minal kathibin. Idhhab bikitabi hadha faalqih ilayhim thumma tawalla anhum. فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم
بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون And throw down thy staff from your hand. And he threw it, but when he saw it writhing, moving, as it were a demon, like a serpent which is neither big nor small, he turned to flee headlong from it and did not look back out of fear, but Allah said to him, O Moses! Fear not! Lo! The emissaries fear not in my presence. But when our tokens came unto them, when Moses went with our tokens to them, plain to see, demonstrating, one after the other, they said, This is mere magic, what you have brought us, O Moses, is a manifest lie. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون And they denied them, they denied the tokens, though their souls acknowledged them, after being accepted by their souls that they were from Allah, for spite, out of opposition and enmity, and arrogance, and haughtiness and pride. Then see, O Muhammad, the nature of the consequence for the wrongdoers, how was the end result of the idolaters, Pharaoh and his people, how we destroyed them in the sea. For 29, and we verily gave knowledge, and understanding through prophethood and judgeship, unto David, the son of Jesse, and Solomon, the son of David, and they said, both of them, praise be to Allah, thanks and gratitude to Allah, who hath preferred us, through knowledge and prophethood, above many of his believing slaves. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
434, is not he, best, who made the earth a fixed abode, and placed rivers in the folds thereof, in the middle thereof, and placed firm hills therein, on earth, and hath set a barrier, preventing mixture, between the two seas, the sweet and salty seas? Is there any God beside Allah, who has done this? Nay, but most of them know not, most of them believe not. We were promised this, which you are promising us, forsooth, we and our fathers, before us. All, this, which you are promising us, O Muhammad, is naught but fables, tales, of the men of old. Say, O Muhammad, to the people of Mecca, travel in the land and sea, and take admonition from, the nature of the sequel for the guilty, how was the end of the idolaters? 435.